فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تنصحون ببناء المساجد خارج هذه البلاد في مكان يقول يعرف بالتصوف والبناء على القبور لأنها رغبة من والدي؟ لا، ما نعينهم على ما هم عليه من البدعة ومن الشرور، ما نعينهم. نبني المساجد في مكان من أهل السنة ومن أهل العقيدة الصحيحة. نعم.